في صراع روسيا والغرب يطرح سيناريو الحرب النووية وبشكل رسمي من قبل موسكو، فيما العالم يراقب بقلق تطورات الصراع الغربي الروسي ويتساءل ماذا سيحدث إذا وقعت الحرب النووية. نتابع. تضرب الحرب الأوكرانية المواعيد مع الأحلاف العسكرية المتخاصمة عالمياً، يكبر الخوف ويهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بحرب نووية، فيما العالم ينظر للمشهد ويتساءل ماذا سيحل بنا إذا وقعت الكارثة؟ يكاد التخيل أن يكون أمراً صعباً على الكثير منا، لكن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وضع محاكاة لما بعد الضربة النووية التي ستكون محورها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. يقع المحظور وتستخدم القنابل النووية، فيلقى أكثر من 5 مليارات إنسان حتفهم جراء الانفجارات النووية وإشعاعاتها، وكذلك نتيجة الجوع. في حينها ستتحول المدن الكبيرة لهدف رئيسي للضربات النووية بسبب وجود منشآت عسكرية واقتصادية هامة هناك، فيما ستفقد الدفاعات الجوية فائدتها وستحلق الصواريخ بحرية وتضرب أهدافها. هذا في السماء، أما على الأرض فالموت سيلاحق المارين في الطرقات، ففي لحظة الانفجار ستنزل كرات نار مباشرة إلى شوارع المدن الكبيرة وتكون درجة حرارتها مرتفعة جداً. سريعاً سيتكفل الغبار الأسود الناتج عن الانفجار النووي بحجب أشعة الشمس عن الأرض لعشر سنوات، وستسفر تلك الانفجارات عن موجات كهرومغناطيسية شديدة تعطل الاتصالات، واقع سينتج عنه بعد أسبوعين تغطية النصف الشمالي من الكرة الأرضية بأكمله بسحابة سوداء لا تستطيع أشعة الشمس اختراقها. عندها ستصبح حرارة الجو أكثر برودة بمعدل 20 درجة، وستموت النباتات والحيوانات، وسينعدم الغذاء، وسيبدأ الناس بالموت من الجوع. وفقاً لذلك سيواجه 99% من سكان الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والصين الموت المحتم من الشتاء النووي الذي قد تستمر عواقبه لسنوات.